ألم ترى كيف ضرب الله مثلا؟ إيه المثل اللي ضربه؟ كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال إيه؟ للناس لعلهم يتذكرون. يعني يتذكر إيه؟ المخفي بالإيه؟ بواسطة الجلي. نشوف هنا ادانا الكلمة الطيبة دي ادانا مثل فيها أربع أوصاف. كلمة طيبة كشجرة طيبة. ومعنى شجرة طيبة يعني إيه؟ تعطيك طيبا تستريح إليه نفسك. طيب ده منظر، منظرها حلو، هذا شيء طيب، ده كلام على الأرض. طيب الريح بتاعها حلو، كلام طيب، تشمها تلاقيها حلو، كلام طيب. يبقى إذا كل الحواس تمسكها تلاقيها ناعمة كده، الله. يبقى إذا كلمة طيبة يعني إيه؟ شجرة طيبة معناها إيه؟ تأخذ منها الطيبة في جميع وسائل إحساسك وجميع وسائل إحساسك. طيب كلمة كشجرة طيبة، ما دام شجرة يبقى كائن نباتي. الكائن النباتي ده لازم يغذى. يغذى منين؟ من الجذر. طب الجذر نكمل لخلخ تدبل بعد مدة وتنتهي. ادي الجذر بتاعها اصلها ايه؟ ثابت على وفرعه وفرعها في بقى ده الوصف. يبقى كلمه طيبه شجره طيبه اصلها ثابت، ادي الثاني فرعها ايه في السماء، ادي الثالث تؤتي كلها كل حين باذن ربها، ادي الرابع. يبقى عندنا اربع ايه؟ اربع اوصاف. قلنا طيبه طبيعه في منظرها، طيبة في ريحها، طيبة في مذاقها، طيبة في لمسها، كل حاجة دي طيبة. دي طيبة أصلها ثابت لأن الشجرة عايزة مقومات حياة، ومقومات الحياة تأتي من عناصر الإيه؟ من عناصر الـ 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 الأرض. يبقى إن كانت ملخلخة ولا أي حاجة كده تروح لبلانة ما بتاخدش على الأرض. طيب أصلها وفرعها في السماء. إحنا بنفتكر ان الشجر بيتغذى بس من ايه؟ من الجذر. لو وزنت اي نبات وما اعطاه من ثمر وجدت انه بياخد 5% من الارض و 95% بياخدها من الهواء. فكلما الهواء كان نظيف وكتير ايه؟ يبقى وفرعها في السماء. يعني قال لك تعالى بقى علشان تشوف الاغيار التي في الارض. احنا بنسمع دلوقتي كلمة بيئة ملوثة. معنى بيئة ملوثة يعني ايه؟ يعني ان الهواء اللي بنستنشقه ده ما هوش ايه؟ عادش طبيعي، دخلت فيه عناصر ايه؟ ضارة. العناصر ضارة دي من ايه؟ اما ان يكون مثلا الارض مش مرصوفة والارض فيها تراب بتهيج، ادي واحدة، واما عادم السيارات، واما القاء الفضلات، كل دي من الايه؟ من الفسادات اللي بتغير البيئة. فالشجرة لما تكون قصيرة كل الأغيار دهيا، لأن كل أغير من الأغيار الغبار والبتاع له ثقل وينزل. لما ينزل ينزل على مين؟ على الواطي اللي فرع في السماء دي. يبقى ينال منه إيه؟ بسيط أوي، أو ما ينالوش خالص، يبقى هواء إيه؟ هواء نقي. وفرعها في السماء أيضا يدل على انها ان رويت تروى بالماء ان لم يصبها وابل فايه؟ فطل. يوم يغسل الايه؟ يغسل الورق. يبقى اذا اصلها ثابت تاخذ من الارض، وفرعها في السماء ايه؟ تاخذ من اعلى. تؤتي اكلها كل حين. الاكل هو ما يؤكل ويتمتع به. احنا ما ناخدهاش على ان الاكل ما يتمتع به، خدها الاكل صحيح الاول حاجه اللي ناكله، انما في حاجات تانية كتير. تيجي تلاقي شجرة ما فيهاش شيء يؤكل، نقوم نقول له اوعى تقول دي مش شجرة طيبة، لان فيها حاجات مزاج الكون العام يتطلبها. يمكن الظل بس تستظل به، ويمكن التفاعل في الاسير بياخد منها ريحة يديك. فكل شجرة لها ايه؟ لها عطاء. اوعى تفتكر ان بس الشجره اللي لها عطاء اللي هتديك انت اللي.
قال لك للراجل الولد البدوي مر على نخل جيرانه شاف النخل عندهم فيه بلح، وكان هم النخلة اللي عندهم ما فيهاش بلح. شمعنا النخل ده وعقل صغير بقى، شمعنا النخل ده فيه بلح واحنا خلينا ما فيهاش، ما فيش فيه بلح، والله العظيم لنقطع النخلة دي. وشوية وجايب البتاع وقعد يقطع في الايه، يا ابو ادركه ايه يا ابني دي؟ قال له ده، قال له يا ابني دي الاكل بتاع انها تطلع، اصلها ذكر الاكل بتاع انها تطلع في وقت محدود، نلقح منه النخله دي وبعدين تبقى تنتهي. يبقى كل شجره ايه؟ طب ما يمكن انا عايزها عشان خشب. الله، ما يمكن عايز اعملها مصد على زي المصدات اللي بنعملها دي. يبقى اوعى تقول. ولذلك انا ما يعجبنيش المفسرين يقول لك شجره طيبه زي شجره التفاح وشجره مش عارف ايه، وبعدين يشجر والقلم الخبيثه كشجره الحنظل. نقول له يا شيخ لا، ما دامت شجره يبقى لها مهمه. ده يمكن شجره الحنظل هتبقى احسن من التفاح، لان شجره الحنظل لما ياخد فيها دواء مر يقوم يزيل منه دواء. ما تفتكرش ان الاكل يعني اللي بتاكله، الاكل كله ما ينتفع به. يبقى لو نظرت الى هذه لوجدت كل موصوف بشجره لازم له ايه؟ لازم له مهمه. ويؤتي اكلها كل حين تديك على ان فيه قدر مشترك بين الشجر كله. المثمر ثمر وحش والمثمر ثمر كويس له عطاء جميعا. وبعدين العلم الحديث نبهنا الى عطاء. كل خضره تعمل ايه؟ تيجي بالنهار وتطلع لك الاكسجين، وبالليل تطلع ايه؟ تمص ثاني اكسيد الايه؟ الله، ايه الحكايه دي؟ دي تدي ثاني اكسيد كربون بالليل، ودي تدي اكسيد كل الخضره. ليه؟ أم قال لك لأن النهار الحركة، والحركة تتطلب طاقة فوق استبقاء الحياة. أنت وأنت نائم لا تريد من دمك وحركته إلا استبقاء الحياة، لأن ما فيش حاجة، ما بتعملش حاجة. لكن لما تقوم الصبح وتشتغل تبقى عايز طاقة. يبقى كل ما تعوز طاقة تعوز دم كتير، تعوز دم كتير، يبقى عايز اكسجين عشان يأكسد لك الدم. ولذلك لما تيجي تطلع سلم او تعمل عمل شاق ومجهود تنهج. ليه بتنهج؟ الرئه مش مكفيه الحركه، تقوم تحاول تاخد ايه؟ تاخد هواء كتير علشان تعمل ايه؟ اكسجين. يبقى اذا الخضره كلها، كل ما فيه خضره بيدي ايه في النهار؟ اكسجين، علشان حركه الحياه. بالليل ما يديش، لان حركه الحياه مش عايزه الحركه، لكن انت نايم. استبقاء حياه، والى لقاء اخر ان شاء الله.